السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير وبخير؟ كي دايره وليداتكم؟ كلشي لاباس هانيين؟ تنتمنى لكم الهنا والتيسير يا ربي. ايوا اليوم جات عيطت على اختي بهيجه، قلت لها تعالي اليوم تغداي معايا ان شاء الله يا ربي. بغينا توحشتها وبغيت نجلس انا وياها ان شاء الله نديروا شي قعده اليوم زوينه. وقالت لي واخا حتى هي توحشتني، وقالت لي انا غادي نجي اختي. قلت لها تعالي عدي، مرحبا بك والف مرحبا. بهيجه اختي جات، هيا غتسلم عليكم. السلام مشاهدات ديال لاله خديجه الحسناويه، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وانا جيت اليوم عند خديجه، عيطات ليا، عرضاتني مسكينه، ندوزو هذا النهار جميع يا ربي. يا ربي يكون نهار زوين. وتا انا توحشتك والله، شحال ما تشوفنا. واخا كنهضروا دائما في التليفون كنهضروا، ولكن هي مسكينه مشغوله مع الوليدات وداكشي، وانا حتى انا مشغوله. ايوا اليوم خصصت لها هذا النهار باش نتلاقاو وباش ندوزو نهار ان شاء الله يدوز نهار زوين ان شاء الله مع خديجه ومع الوليدات. وانا معاك خديجه، ربي يخليك، وتهلاو ليا في خديجه عافاك، لان محتوى زوين تبارك الله. انا من العشاق ديالك ودائما دائما كنقرا لي كومونتير، كومونتيرات فنين زوينين، كلشي زوين. تقرا بالعربيه؟ تنقرا لي كومونتير بالعربيه وبالفرنسيه، كلشي زوين تبارك الله. الله يزين اخوتي وقتكم وحياتكم. والله كلشي زوين زعما، وانا انا فرحانه بك لان عندك قناه زوينه ومحتوى زوين. ربي يخليك يا بهيجه اختي. طبخ وسيرتو داكشي تقليدي زوين. وشكرا لاخوتي اللي قالوا، كتبوا لعيشه بنتي قالوا ليها بغينا واخا ماما كدير عا شي حاجه، واخا تحط على خوتي تشجعني. والله يا خوتي وحسيت بكم، راه تتبغوني بزاف 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 من قلتوا هذا الشيء. والله الا تنتمنى الله تعالى، الله يجعل ربي يكون معكم، والله يعاونكم، الله يسر اموركم. كما تتحبوني تنطلب الله تعالى يحبكم في الدنيا وفي الاخره. شكرا لكم بزاف، ورانا تنحاول باش ندير لكم، ما نتعطلش عليكم، وتنحاول تنحاول تنتمنى الله تعالى ثاني يعاونني يا ربي. امين ان شاء الله. لاله صارختي ان شاء الله. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors Khadija, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de bon aujourd'hui? وسلم يعني سلم على المشاهدين. واختي انا راه الطابق كما تتقولي لي، الطابق والله الا الطابق مخليها لي حقي. حقك هذا، حقك غادي ناكلو ان شاء الله اليوم نزلو عليه. والله الا ما كاينش فيها داك الشيء اللي كاين. هذا راه حقي، تنحاولي خديجه مسكينه مخبيه ليا، كتقول لي امتى غاتجي راني مخبيه لي. اي قلتيها لي. ما نفوكاش وما نفوكاش. يعطيك الخير، بارك الله فيك. ربي يخليك بهيجه اختي، سلم حبيبه سلم. يا نيس سلم، قلت لي بغيت نبان معاك. سلام يا نيس. هضر بزاف، هضر بزاف، هضر بزاف. اللي تميد. اللي تميد. ودابا غندوز معكم اخوتي المقادير، واخا راه دايرها معكم نقول اللي نعاودها اشاك فوا نعاود معكم المقادير. كاين اللي ما تعرفش مسكينه، هذوك على البنات الصغار تنهضر. البنات الصغار على البنات الصغار. ما تبارك الله العيالات راه كلشي تبارك الله تيحط على الذهب الواحد من يديه. بسم الله توكلنا على الله. هذا الخرم الخرقوم البلدي، شوف ما عرفتش كنت غادي نقول الخرقوم البلدي. ها هو معاكم كويه غايه، ها الكويه الصغيره، ها انتم الكويه الصغيره اللي تنحركوا بها القهوه. ها هي معلقه ديال السكين الجبير، نص معلقه ديال البزار، هذه العطريه ديال اللحم، ها هي حتى هي تقريبا نص معلقه، ها هي معلقه ديال القزبر اليابس، ها هو. ثم خوتي خواتاتي، ها هي جوج بصلات، ها هما معاكم، ها هما خمسه د الفصوص ديال الثوم راه ماشي كبار، هذه القرفه ها مغسوله، واحد الباديانه معاكم، ها هي واحد النجمه ديال الباديانه، نجمه ها هي، وكاس ديال الماء خوتي باش غادا نخلط العطريه ديالي، ها هو كاس ديال الماء، بسم الله. والزيت اخوتي، ها نتوما الزيت راه ما غنديروش، ها هو ما غنديروش دابا حتى نقلي القميله ديالي ان شاء الله، عاد ندير الزيت تاعي. بسم الله بسم الله. ها انتم اخوتي بقاو معايا. انتم اخوتي وخواتاتي، حنا غنردو الطنجره ديالنا على البوطه ان شاء الله. ها هي
غادا دابا نجيبك على اختي لالا ساره. الله يخليك ليا، مكلي ليا داك القفالي حداك. الله يخليك هاكي اختي. اه يا ريال، اه يا باهي جا اختي راهي المساعده ديالي. ها اختي المساعده ديالي يا ريال. الله يكرمك الله يكرمك. وعدي ربي يخليك، وعدي بزاف تبارك الله المساعدات هنايا. الله يخليكم ليا، الله يخلينا ديما مساعدات والمعجبات وكل شيء. ربي يخليك يا ريال. هانتوما خوتي المشاهدين معاك اختي. ها هي وحده تتحماق عليا كيما نتوما، صاحبتي تتحماق عليا بحالكم، تقول لي عندك كلشي زوين، وهي راه ضايقه الماكله ديالي. مازال نتوما احبابي كون عجبتوا عندي وذوقوا ماكلتي غيعجبكم الحال، وغتنشطوا غتنشطوا كيما ناشطه انا ولا لالا بهيجه. الحمد لله. وساره الحبيبه ديالي مرت ولدي. هيا تتفيلميني عيشه بنتي مسكينه. شكرا لعيشه بنتي بزاف، هي تتخدم مسكينه تجي عندي عامل الويكاند الويكاند، عاد تجي بنيتي الله يرضي عليك عيشه بنتي. الله يرضي على كاع على البنيات كاملين اللي عندها شي بنيات تهلا فيهم، والبنيات يتهلاو بوالديهم. هذا هو اللي كاين اخوتي وخواتاتي. ايوا تابعوني تابعوني، الله يستركم كيما تتبغوني انا راه تنبغيكم، ورانا تنبغيكم من القلب. تهلاو ليا في خديجه بزاف بالبارطاج واللايك، واللي ما ابونياش تابونا. الله يعطيكم الستر، تابوناو مع خديجه لان القناه ديالها زوينه. شكرا لخوتي بزاف، الله يلا شكرا لكم بزاف. الله يعلي درجتكم اخوتي كيما تتبغيوني انا تنبغيكم، الله يعلي درجتكم. هذا اللي تنتمنى لكم، الله يسر اموركم يا ربي. فاش ما حقيقي يلا اختي راه غندير واحد البريري ديالتي. ايوا خديجه انا ولا لالا بهيجه اختي. اختي ياك يا بهيجه وفي هذا البريد مشيب ياك. اه الشيبه اختي. ها هي ها هي هي ديال البرد. ها انتم الشيبه عظامكم على المطاي. وعرفتي راه عندنا الحال عشتاوات، والحال عندنا كرين كري، عندنا الحال والبرد. ايوا خلينا انا وياك نسخنوا على هاد شي كاس تاع الشيبه. نخسروا به بنابه وجد الغذاء. لا الغذاء فوق ما وجد. هانتوما خوتي عندي انا كلشي عشوائي انا، هادشي اتي ها راه ما تنشل لا اتي لا والو. هنايا غنشل الا الشيبه هي اللي غنشل. حاجه السكر ذاق انت الشيبه. اه شويه ياك يانيس ولدي. وي ساره وليدي وكوا. وي الحمد لله. انتم اخوتي الشيبه ديالنا ها هي عليها المطايب. خلا شي شويه المطايب عشي شويه ونصفي داك الماء نحيدو ونديرها هنايا. احنا تنتعالقوا اخوتي تنتعالقوا انا وولدي، نتعالقوا مع وليداتنا ياك. تتبغي ماما يانيس تكب لينا اتاي؟ اطحبي اطحبي انا نكبر ولدي اتاي. ما بغيتيش اتاي؟ علاش؟ علاش؟ خديجه ديري شي كبه هاز شي واحد شي متر بيني وبين الكاس. كبه حسناويه هو هذاك اخويتي. الله يعطينا الصحه الله يعطي المشاهدين حتى هما الصحه. وراه جا شويه خفيف نزيدو اتي ولا بغيتي؟ لا بارك هكا دابا يزيد يطلع. دابا يزيد يطلع. يلا اخوتي ما تشدش وليدي يدي، بقى نطيح حتى نعلم ولدي ما تشدش يدي. حط غنكب دابا اتي بقى نطيح البريد. صافي حبيبه ها تنت نكب لك شي كاس؟ لا تنتوما المشاهد نكب لكم شي كويس واخا ان شاء الله. مرحبا بكم معنا. حطينا الكيسان بزاف. مرحبا بك لالا بهيجه. الف مرحبا انت والمشاهدين. الله يحفظك ترحب بك. ربي يخليك اختي ربي يخليك وربي يخليك. وانا ولا لا ساره. ها هي ساره تاكل الكاس. ها ساره ها انت ساره. دابا حنا ثلاثه هما ثلاثه الكيسان كبينا. ولدي ما بغاش نكب الحبيبي. ايوا انتم المشاهدين. لا لا حق نسيت المشاهدين بلاتي بلاتي ما نسيتكمش اخوتي. نزيدكم انا غنزيد نعمر لكم هذا الكيسان بجوج اخوتي. خوتي بقاو معايا بقاو معايا عندك وتمشيو. ها كيسانكم ها هما ها هما خوتي. ها ها انتم انتم تشربوا تي. علاش نشربوا احنا خوتي؟ مساء الخير المشاهدات ديالنا. اييه المشاهدات. ايوا ها انتما مرحبا مرحبا. والف مرحبا بالبلاد ديالي تاع البرد نيت. والله الا اختي
وهاد الشتا خوتي يا ربي تمشي للمغرب نطلبو نطلبو تمشي للمغرب. بغينا الا بغينا هضرت معايا امي مسكينه البارح قالت لي وعا الشمشو ما كاينش الشتا. قلت لها تعالي تشوفي هنايا قلت لها حنا في سيمانه دابا وكثر كثر من سيمانه كثر من نهار ليل ونهار وهي خايتي علينا في الظلمه هكايا الظلمه والشتا. الله يعطيها لينا على قد النفع. صيفطوا المشاهدين كيسالكم هرما هانتم هادو ديالكم ها سارة بهجة خديجة ايوا ها المشاهدين ها كيسالكم ها وتابعوا اختكم خديجة الله يكرمكم والله يحفظكم والله يستركم والله يستر العزيز عليكم والله الا راه نتوما عزاز وغاليين والله الا من قلتوا لبنتي راه بغينا ماماك وخا عا قلتي وخا عا هكا وزمعا وتشجل ايوا اليوم بهجة اختي هي جات عندي وحنايا اليوم سارة معايا بنتي وحنا اليوم صارا ايه ندوزو وقيت ما تكونوا نتوما خوتي تضحكوا وتلعبوا نتوما مع صحاباتكم ومع العائله ديالكم يا ربي. سلام مشاهدين مشاهدات دابا انا مع ما بيل سور نو مي جو في بوستي شي بوست اوكي دوكو موي قالت لينا سيرو تسخروا عليا لا شلادة تقول اون فوغابي لا شلادة باسكو لا مادري ايفو لا شلادة اي موا جيم بوكو لا شلادة شي كروند كونسوماتريس دو شلادة ياكل لالا سارة مامون On est parti faire les courses, vite fait pour faire une chalada. Vas-y, dis-nous ce qu'on a pris. Bon, pour faire une chalada, on a juste pris un concombre et de la salade. Et après, on a pris des boissons pour accompagner le repas. Voilà. Et voilà. On rentre. Ciao. Fini la pause pub. D'abord, ouais, on va retourner à l'arabe. Là, d'abord, là, vous allez retrouver Khadija en cuisine. A tout de suite. Enfin, pour nous c'est dans 15 minutes mais pour vous ça va être de suite 1 2 3 خوتي وخواتاتي تنتمنى لكم هذه القعده مع صحاباتكم انا ولالا بهيجه وتنتمنى هذا الطبق يعجبكم يا ربي احنا انا وبهيجه اختي ووليداتي الله يخليهم ليا يا ربي الله يخلي لي صحابتي بهيجه ربي يخليك وواحد الاخت حتى هي صاحبتي حتى هي الله يخليها ليا واش نقول سميه ولا خديجه الله يخلي لي خديجه على سميتي هادو سميه خديجه راهم زينات اي سميه زوينه خوتي ماشي سميه خديجه اي سميه راه عزيزه على البيرسون ديالها ياك خديجه مرحبا بكم عدي ربي يخليك ربي يخليكم والله الا فرحانه بكم وحنا ضاحكين لاعبين بارك الله فيك خديجه تبارك الله عليك الله يبارك فيك تبارك الله عليك بهيجه مع الولاده ما ولدات ربي يخليك خديجه اختي ربي يخليك خديجه متى هذه خديجه ها هي اختي حتى هي متبعاني ايوا تنتمنى هاد جمعتي المعجبه اليوم عدي الاجر بعدا احنا تلاقينا وضحكنا اللهم لك الحمد الله العربي دومها علينا فرحه يا ربي مع الله تعالى ومع الوليدات وتنتمنى هاد الطبق يعجبكم اخوتي وخواتاتي وقيلا غنخليكم اخوتي باش نتغداو الله يخليكم وما نكرهش هاد القعده ما نكرهاش لكم والله ما نكره لكم هاد القعده تكونوا تكونوا معانا ما نكرهش يكونوا معانا ضاحكين لاعبين يا ان شاء الله ايوا هي هذيك اخوتي بسلامة عليكم ما تخيبوش اخوتي وخواتاتي ها هي الجاره ديالي ها هي اللي فين كنت ساكنه في الاول حتى هي مرحبا بها عدي سميتها خديجه بحالي بحالها السلام عليكم المشاهدين كي درتوا لاباس عليكم كي دايرين مع البرد كلشي لاباس هذه خديجه جارتي وحبيبتي تبارك الله عليها وتتحط من يديها غير الفرح انا غادي نقول لك صراحه الله راه الولاده وما تتولد ربي يخليك خديجه ما تنافقش وما تنقولكش ما تنجملكش كلشي تايقول لها كلشي تشهد بها حتى المشاهدين شهدوا بها تبارك الله تتحط غير الفرح من يديها ربي يخليك والله الا تيقول لك شهد تيقول لك شهد الدنيا شهد الاخره السلام عليكم الله عليها باي باي لا جاي هي دابا دابا باغي تقول لي اش وانا ما نسحبلكش اش تتبركي زيد تبركي زيد زيدي وقولي لي شي حاجه انت راهي تقولي انت راه تعرفي تهضري